In the name of God, the compassionate, the merciful. بسم الله الرحمن الرحيم. Your Majesties, Your Highnesses, Your Excellencies, Mr. President of the General Assembly, السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة, معالي الأمين العام, أيها الضيوف الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أوجه تهنية الحارة للرئيس رئيس الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة, وأتمنى له التوفيق في مهامه. أود أيضا أن أشكر الدكتور تيجاني محمد بندي رئيس الجلسة السابقة على العمل الرائع والجهد الجبار الذي قام به. لا يمكن إلا أن نثمن ما يقوم به معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ندعو بها إلى تعايش سلمي والاعتدال والتكاتف بين دول العالم وشعوبها في مواجهة التحديات الإنسانية الاستثنائية المشتركة التي تواجه عالمنا. فالعالم اليوم يواجه تحديا كبيرا يتمثل في جائحة كورونا وآثارها الصحية والإنسانية والاقتصادية, التي أظهرت الحاجة الملحة إلى تكاتفنا جميعا لمواجهة التحديات المشتركة للإنسانية. وقد قامت المملكة بوصف رئيس لمجموعة الدول 20 بالتنسيق الجهود الدولية من خلال عقد قمة في شهر مارس الماضي على مستوى القادة والتنسيق الجهود العالمية لمكافحة هذه الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي. وأعلنت المملكة خلال القمة تقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الجائحة وتعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة. والمملكة مستمرة في دفع جهود الاستجابة الدولية للتعامل مع الجائحة ومعالجة أثارها. كما أن المملكة من أكبر الدول المانحة في مجال المساعدات الإنسانية والتنموية, ولم تميز المملكة أحدا في هذه الجهود على أساس سياسية أو عرقية أو دينية, حيث قامت المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 86 مليون دولار من المساعدات الإنسانية واستفادت منها 81 دولة. حضور الكرام, إن بلادي وتأسيس هذه المنظمة كانت من طلعة الدول ساعية لتحقيق الأمن والسلام الدوليين, وعملت دوما ولا تزال على بذل جهود الوساطة والتوصل لحلول سلمية للنزاعات ومحاولة تجنبها ودعم الأمن والاستقرار والنمو والازدهار. إلا أن منطقة الشرق الأوسط عانت ولا تزال من تحديات أمنية وسياسية كونها تهدد أمن شعوبها واستقرار دولها. فقد عانت منطقتنا عقود طويلة من محاولة قوة التطرف والفوضى فرض سياستها وتوجهاتها لإعادة صياغة حاضر الدول المنطقة مستقبلها غير مكترثة استرعت شعوبها من نمو وازدهار وسلام. ولاخترنا في المملكة طريقا للمستقبل من خلال رؤية المملكة 2030 التي نطمح من خلالها أن يكون اقتصادنا رائدا ومجتمعنا متفاعلا مع محيطه مساهما بفاعلية على نهضة البشرية وحضارتها. تنتج المملكة في محيطها الإقليمي والدولي سياسة أن تستند إلى احترام القوانين والأعراف الدولية والسعي المستمر لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في محيطها ودعم الحلول السياسية
لنزاعات مكافحة التطرف بأشكاله وصوره كافة. الحضور الكرام، لقد مدت المملكة يديها للسلام مع إيران وتعاملت معها خلال العقود الماضية بإيجابية وانفتاح، واستقبلت رؤساها عدة مرات لبحث السبل الكفيلة لبناء علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل، ورحبت بالجهود الدولية لمعالجة برنامج إيران النووي. ولكن مرة بعد أخرى رأى العالم الأجمع استغلال النظام الإيراني لهذه الجهود في زيادة أنشطة التوسعي وبناء شبكات إرهابية واستخدام الإرهاب وإهدار مقدرات وتراث الشعب الإيراني مشاريع وتوسعية ما ينتج عنها الفوضى والتطرف والطائفية. واستمرار لذلك والنهج العدواني، قام النظام الإيراني العام الماضي باستهداف المنشآت النفطية في المملكة وانتهاك صالح القوانين الدولية واعتداء على الأمن والسلام الدوليين، بشكل يؤكد أن هذا النظام لا يعبأ باستقرار الاقتصاد العالمي أو من إمدادات النفط للأسواق العالمية، كما يستمر عبر أدواته لاستهداف المملكة بالصواريخ الباليستية يتجاوز عددها 3 صاروخ أكثر من 4 طائرة بدون طيار في انتهاك صالح لقرار مجلس الأمن 2216 و2231. ولقد علمتنا التجارب مع النظام الإيراني أن الحلول الجزئية ومحاولات الرضا لم توقف تهديداته للأمن والسلام الدوليين، ولا بد من حل شامل وموقف دولي حازم يضمن معالجة الجزئية من لسعي النظام الإيراني للحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ الباليستية والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب. إن تدخلات النظام الإيراني في اليمن من خلال انقلاب الميليشيات الحوثية التابعة له على السلطة الشرعية أدت إلى أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية يعانيها الشعب اليمني الشقيق، وتشكل مصدر تهديد أمن دول المنطقة والممرات المائية الحيوية للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى قيام تلك الميليشيات بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وعرقلت جميع جهود التوصل إلى حل سياسي في اليمن، وعدم تجاوبها مع جهود التهدئة وآخرها إعلان تحالف في شهر أبريل الماضي لوقف النار من استجابة الدول المتحدة لفرصة تعزيز جهود مكافحة تفشي جائحة كورونا في اليمن، حيث أنها لا تزال مستمرة في استهداف المدنيين في اليمن والمملكة. ونؤكد أن المملكة لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني ولن تتخلى عن الشعب اليمني الشقيق حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من هيمنة إيرانية، وستستمر في تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني الشقيق كما سنواصل دعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام المتحدة إلى اليمن وفق المبادرة الخليجية مخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 22/16